معاه وضده معاه باش هاد الفيروس ما يبقاش منتشر بزاف، حيت منتشر بواحد انتشار خطير جدا ماشي لمصلحتنا، وضده الاصحاب اللي كيترزقوا الله اصحاب المطاعم اللي غادي يطيب، وداك الشيء غيوكل بنادم غيبغي يتعشى، داك الشيء غيسد مع العشره يسحب فراشات كيترزق الله، راه هادي ضده هذا. اي واحد غيترزق الله في هاد الحكم بالليل وكذا، وهاد الورقه هاد المشاكل اللي داروا لينا هاد الورقه اللي بغيتي تنقال بغيتي تمشي من بلاصه لبلاصه، حنا ملي غنجيبوا هاد الورقه حتى غنصدرينها كازا، ما عندنا اللي يخدم علينا، ما عندنا اللي يعطينا حتى شي حاجه، وانا خصنا نخلصوا حتى الدريته ما عندنا والو، ما كانش يدخل علينا حتى خبزه سمعتي، الا جلسنا خبزه ما كان اللي يدخلها لينا، عاش انا اختي وخويا ماشي ساعه في الدار. إلا بغا يديرو معنا حل، إما أنا بحال دابا أنا كنبيع ونمشي، شكون غيعطيني؟ ولا عندي الوالدة أنا وياه شكون غيعطيني؟ راه ما عنديش اللي يعطيني سوى الله سبحانه وتعالى، ما بعد مشريت راه ما عندي منين غناكل، إلا يعاونونا راه نسدو علينا حسن، ولا ما يعاونوناش يخلونا معاك وترزقوا الله، راه نموت وحدة كاينة. القرار ديال الدراسة عن بعد أنا ما متفقش معاه، علاش؟ حيت اللي كاين اللي والديه ما قارينش، خاصو يقرا الأستاذ ديالو، الأستاذ ديالو اللي غيفهمو. غيفهم وغيتفهم معاه، غيقرا في داره، راه ما كاين اللي والدي ما غيشرحش ليه كيف الأستاذ راك عارفه، دابا الأستاذ دابا الأستاذ من غادي يتحاور مع التلميذ في القسم ديالو، غادي يفهمو، غادي يفهمو مزيان، ماشي بحال بالنسبة للإمكانيات ديال الدراسة ما عندهمش، كاين اللي ما عندهمش، كاين اللي ما عندوش بي سي باش يقرا. دابا المدرسة، الناس ما عندهاش، ما بحالاش، مخلصين الدراري الصغار خلصنا عليهم، هما دابا قال لك دخلوا لديورهم. ايوا يدخلوا لديورهم، شكون غادي شكون يقريو؟ راه ما عندنا اللي يقريو، اللي ما قراوهم هما راه ما يقراو حد، راه ما عندهم فيها شي باش يقراو، قاعدين كتشوفوهم ديال المدينه راه اللي ما قراوهم مدرسه راه ما عندهم كيفاش يقراو. لا لا ما نبغيش انا الدراري يبقاو يقراو في ديورهم، انما ما قراو هذا العام العام كله كاع ما قراو فيه والو مساكن، خصهم المدرسه. كاينه المراه المسكينه خدامه بحال دابا خدامه تخرج تخدم، وشكون غيشد لها ولادها؟ راه كاينه مسكينه اللي كتخلي ولادها في السكويله وكتمشي تخدم عليهم.